فاش تصب الشاف مدينه الدار البيضاء ما تتخليش غير الفيضانات ولكن ايضا تتخلي بزاف تاع الحفر في الشوارع والازقه، وهذا الامر هذا يتسبب للسائقين في في مشاكل تقنيه بالنسبه للسيارات ديالهم. انفاس براس خرجت للشارع وسولت مجموعه المواطنين حول هذه الاشكاليه. شوف المشكل خويا، بلا ما نبقاو نقولوا على الشتاء ولا نقولوا على الماء ولا نقولوا على شي حاجه، الماء كيبين واحد العيب من العيوب اللي دارته واحد الشركه، واحد الشركه كدوز لها واحد الصفقه، الوقت اللي كدوز لها ديك الصفقه شوف واش عندهم شي احساس بالوطنيه واحساس بداك العمل اللي كيقوموا به، لان الرسول عليه الصلاه والسلام اش كيقول؟ من غشنا فليس منا. اذا هذا راه غش بحد بغض النظر على الماء ولا الشتا ولا حقه ولا ما حقه، ما عندنا ما نديروا بدك الحقات. هذيك الحفره راها كانت محطوطه مغشوشه، هذا هو السبب الوحيد اللي كنشوف انا. شوف اسيدي ما كاين لا اشغال، كاين شوفها كانوا حفاري كانوا ما كندوزوش من هنا. نعم اسيدي ما كاين لا اشغال، شوف راه ما كاين حتى شي حاجه، الحفاري هنا راه ديما ديما. يلاه يلاه شوف عذاب ما كامل حتى سيمانه كانوا الحفاري جاو داروا شويه ومشاو، والشوارع كلها محفره. وبالنسبه للانسان مع الشاو هذه كاين اللي مسكين طاح في حفره كاع واقيلا غرق ولا تهرس ولا مات ولا ما عرف شنو واقع به. وحنا كنطلبوا من الناس المسؤولين يخدموا ويراقبوا هاد الناس اللي كيعطيوهم ويحملوهم هاد المسؤوليه باش يخدموا مصلحه ديال الجميع، يكون داك الشيء داك الشيء يكون شي حاجه صحيحه تكون دائمه كما كيديروا الناس اللي في اوروبا، وهادي كيخدموا شارع كيخدموا ديريكت ديفينيتيف، ماشي كيخدموه وكيعاودوا يحفروه وكيعاودوا يتحملوا ياخذوا عاوتاني واحد الميزانيه اخرى. والشارع ما عمره ما تصاوب، هنا كتلقى شارع مصاوب هنا مقادو هنايا كاينه حفره. حنا في المغرب واحد خص يكون مساواه، يكون يكون المساله كلها تكون واضحه باش كان المغاربه يعيشوا في ارض الوطن ديالهم بواحد الحريه، وهذه باش ما يبقاوش فاقدين الثقه من دوك الناس اللي كيعطيو ديك الميزانيه.